وحليم هو أعمل محاضرة من أين سلوات؟ أنا سلوات أعطينا محاضرة عن الأوتوماتيك أنس لها تقريبا 4 سنوات إكسبيرينس في الأوتوماتيك. ألو مرحبا، أنا زميلة بلغة الحديدي. اليوم محاضرتنا رح تكون عن التروباتيك آي. التروباتيك آي هي رح نحكي عنها بشكل عام، شو هي المصابة، شو أنواعها، على شو الأجزاء اللي ممكن تأثر فيها على العين، كيف إحنا كمهندسين ممكن إنه نحاول نوضح إنه هي ما إنها إصابة على العين، فهي لها قضية علوم أكثر. بس إحنا بنحاول كيف نربط أو كيف إحنا نقدم حلول كمهندسين مع الطبيب، ورح نتعرف عليها كامل. رح نبلش بتعريف الإصابة على العين. هي عبارة عن أي ضربة بتيجي على العين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ممكن تكون بأداة حادة أو لا، ممكن تكون مثلا بسبب الحروق، ممكن تكون بسبب حرارة أو أشياء مواد كيميائية تيجي لنا على العين بتأثر عنا بتعمل لنا إصابة. طبعا بتكون بمختلف أجزاء العين، رح نتعرف عليها بالتفصيل. هون عندنا رح نحكي عنها كل واحدة بشكل مبسط. بنبلش بالآيلت، بعد الآيلت الكورنيا، عندنا بعدين الآيلس، اللينس والفيتريس، وآخر شيء عندنا الريتينا والأوبتيك نيرف. رح نحكي عن كل جزء شو بتأثر ونعطي أمثلة بسيطة جدا على كل واحدة. رح نحكي بالبداية عن الآيلت. الآيلت إحنا كلنا عارفين الهدف الرئيسي لإله أو الفانكشن لإله إنه هو بيحمي عنا العين من أي تأثير خارجي بيجي عنا من أي تأثير خارجي. فلما تيجي عنا الضربة رح أكيد عنا الآيلت رح يتأثر. كيف ممكن يتأثر؟ من خلال بصير عنا سولينج، بصير في عنا انتفاخات، بيكون في عنا بين، في عنا ريدنس أكيد، ممكن بحالات متقدمة يصير في عندي توسز، الجفن كله ممكن ينزل، ويكون في عندي اختلاف بين شكل العين بالتنتين. هون في عنا شوية صور لحتى نعرف شو هي الإصابة أو أشكال الإصابة اللي ممكن تأثر منها على العين. عنا الصورة الأولى هي زي بوكس أو خبطة جاي على العين، في عنا نزيف تحت الجفن. الصورة الثانية ممكن تكون عندنا إصابة متطورة أكثر، يكون في عندنا قطع أو مزع أو جروح غمية بالجفن نفسه. الصورة الأخيرة اللي هي الضربة ممكن ما تأثر على العين بشكل مباشر، بس بتأثر عندنا على العظمة اللي موجودة أسفل العين، فبمجرد ما تنكسر هاي العظمة ممكن إنه العين نفسها تنزل لتحت، فهي بصفي عندي اختلاف كتير كبير بين العينتين. هذا بشكل عام عن الأيلت. رح ننتقل بعد هيك الجزء الثاني، بيكون عندنا الكورنيا. الكورنيا برضه رح نحكي تعريف بسيط عنها. هي طبقة شفافة جدا، بتكون عندنا يا خلايا عصبية موجودة كتير حساسة، وهي بتكون عندنا يا الريفراكتيف ايرور، وهون بيكون عليها او هي اكبر جزء بسبب الريفراكتيف ايرور. فاي خطه او اي تاثير عليها اكيد الفيجن ان هي رح ينزل، رح يكون عندنا فيري بينفول، بيكون في عندنا احمرار، بتكون فوتوفوبيا طبعا اكيد، بتكون حساسه كثير للضوء. برضو في عنا كيف ممكن مثلاً أنا كأخصائية فحص نظر أو as optometrist أنا كيف ممكن أشوفها؟ ممكن بكل بساطة عن طريق استدلام مع فلوريسين، بحطها وبتبين عندي، مسرح لإلي إني أستخدمه وبقدر إني أشوفها بشكل كامل. في عنا الصورة اللي بعديها، هنا بعض أنواع الإصابة. في عنا الصورة الأولى اللي هي فورين بودي. فورين بودي هاي أكثر شيء بنشوفها مع الناس اللي بيشتغلوا مثلاً ميداني، فبتلاقيهم دائماً بين التراب أو شيء زي هيك، في أشياء بتعلق عندهم على القرنية بتطير وبتيجي على القرنية. أو للناس اللي ممكن بقصوا حديد أو بقصوا خشب، دائماً في عندهم رايشة بتكون على القرنية، دائماً في عندنا وجع، دائماً في عندنا حمار، بدون يحكي زي كأنه في رمل بعيني أو في إشي بحك بعيني. هاي كل هاي علامات إنه في عنا فورين بودي موجود على القرنية. الشغلة الثانية هي الصورة الثانية اللي بتبين الاستدلام مع الفلوريسين. هاي بتكون إصابة جدا بسيطة، سوبرفيشل بتكون، هي أوبريشن ممكن كونتنس وأنا بلبس فيها وبقيمها جرحت قرنية بالغلط، ممكن طفل صغير
خبط العين اول شيء برضه يكون عندي يا جرح حول الارض. هاي بشكل عام في عندي حالات متقدمه جدا مثل الصوره اللي بعديها بتكون زي مزع كامل للقرنيه. في عندنا مثلا ممكن في شيء يطير عندنا اياه على القرنيه يصير في عندنا ثقب. او مثلا زي الصوره الاخيره بتكون هي حروق ممكن مواد كيماويه زي ما حكينا او حكينا بسبب الحراره. بتأثر كل هاي على القرنية درجة طبعا تختلف من ضربة لضربة أو من شغلة لشغلة. بعد القرنية تيجي عندنا الأيرس، نفس الشيء رح نحكي عن الفانكشن تبعها وبعد هيك رح نعطي مثال عليها، رح نعطي برضه حلول أنا أسمتمترس شو ممكن أقدم للمريض. بشكل عام هي الأيرس هي الجزء الملون أو القزحية هي الجزء الملون الموجود عندنا بالعين. شو الهدف الأساسي منه؟ يتحكم في حجم البؤر عينيا. إذا كان في عندي ضوء كثير عالي البيوبل رح يكون يصير له كونستركشن، إذا كان في عندي دم لايت البيوبل رح يصير له دايليتيشن. فهلا لما نفقد إحنا الأيرس فإحنا فقدنا أهم نقطة لإلها، إنه أنا بضطر أعمل كنترول على اللايت اللي بيفوت عندي على العين. فبمجرد ما المريض بيصير في عنده تروما على الأيرس أكيد في عندنا رح يكون وجع كمية الضوء اللي بيكون حالتي فيها بشكل كثير كبير، يكون عندي فوتوفوبيا، يكون عندي abnormal shape between both eyes، يكون عندي طبعا اكيد بلرجن. هلا اي مريض بيجي ما بتخبط على عينه انا على الاقل مش ضروري اعمل ريفراكشن كامل لانه ريفراكشن اكيد مش حيكون صحيح بسبب الضرب اللي على العين. انا على الاقل لازم اكون بس ناخذ فيجن عشان نقارن العين الاولى بالعين الثانيه، ولما يجي على المراجعات برضه انا اكون اقارن كيف كان وكيف صار. هون عندنا بعض الحالات اللي بتكون عندنا على الضربات اللي بتيجي عندنا على الايرس. طبعا الايرس انا ممكن افقدها كامله بسبب الضربه وممكن جزء منها، ممكن برضه الصبغه الموجوده بالايرس نفسها، الايرس موجوده بس الصبغه الموجوده بالايرس تصير عندي اياها تتحلل او انها تكون موجوده يعني تطلع من مكانها. هلا هون ممكن انا بدي اقدم حلول للمريض. هلا هو صار عنده ضربه وكثير متاثر منها، بس بنفس الوقت احنا لازم نقدم له حلول. بنبلش معه تدريجيا، ممكن نعطيه نظاره شمسيه يكون لونها غامق، لما يطلع لما يكون المكان فيه ضوء، اذا كان سايق بالمكان اللي بنزعج فيه بيلبسها، بتخفف له الاضاءه، بتساعده شوي احسن من عدمها. في عندنا الكوزمتيك كونتاكت لينس او بسموها الاوبن بيوبل، هاي نفس الشيء بيلبسها المريض بتخفف له برضه من الضوء اللي موجود او الفايت عنده على العين بسبب التروما اللي صارت عندنا اياها على الايرس. وفي شغله جديده بس لسه الدراسات عليها قليله بس هي اوريدي موجوده، هاي سيرش اللي بتكون نزرع له ايرس جديده على العين او داخل العين تكون انترا اوكيلر. هاي موجوده دراساتها بسيطه لانها لسه ما انعملت على كثير مرضى، بيكون خايفين من اكثر من شغله. الشغله الاولى لانه احنا حطينا ايرس بالعين فاحنا بنكون خايفين من ضغط العين، ممكن ضغط العين هنا يرتفع لانه في جزء مثلا من القزحيه موجوده فانا بدي ازرع فوقها، او ممكن اضطر اشيلها كامله عشان برضه ازرع الايرس الجديده، فضغط العين هنا احنا بنخاف منه ممكن يرتفع. لا الشغله الثانيه كوستها جدا 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 عالي فمش اي حدا بيقدر يعملها. بعد الايرس رح نروح على الجزء اللي بعديه اللي هي رح تكون عندنا اياها الانس. الانس نفس الشيء رح نحكي شو هي الفانكشن تبعها. الفانكشن هي عدسه شفافه مهمتها كثير بسيطه، بتجمع الاشعه كلياتها على نقطه واحده عشبكيه، فاذا صار فيها اي خلل بسبب اي ضربه فقدنا هنا الفانكشن تبعها. رح تكون عندنا الضوء اللي فات على العين بيكون عندنا يا متشتت، بيكون ما بتركز بنقطه واحده، ما بتركز بنقطه واحده، فهون المريض رح يبلش يشكي. اول شكوى بيشكيها اللي هي الكلاوي، انا ما عم بشوف بالضوء، انا بشوف بالضبابيه. لما اجي اخذ له فيجن عندي اياه كل مره بيتغير، لو بدي اخذ له بس جهاز القطر في القطر نفس الشيء كل مره رح تعطيني قياسات او قراءات جديده. ممكن كمان يشكي خاصه بالليل من هيرز وجلير كثير كبير، الكلر عنده اياه رح يختلف. كلها بسبب الضربه اللي جاي لنا اياها على اللينس. هون في عندنا بعض الحالات انه اذا صار في عندي تروما على اللينس كيف بيكون عندنا اياه شكلها.
هلا اللينس هي موجوده بمكانها، اذا صارت في خبطه ممكن تنزح شوي، ممكن توقع كامله، اذا وقعت ممكن توقع على البوستيريور، توقع ورا الفيتريس، او ممكن توقع على قدام على الانتيريور سيجمنت. طبعا هون لها مشاكل وهون لها مشاكل ثانيه، وممكن تضل بمكانها نفس ما هي بس بتصير اسمها تروماتيك كاتاركت، يعني العدسه الموجوده مكانها بس صار عليها زي بيضه او صارت معدمه بسبب الضربه الموجوده. طبعا اكيد الريفراكشن ما راح يكون معي دقيق، الفيجوال اوت راح يكون يختلف بين العينتين، بتكون عنده التقدم الحالي بيكون كثير اسرع من اي مريض ثاني او من المريض اللي عنده كاتاركت عاديه، لان هاي كانت بسبب ضربه. كيف انا ممكن اشخصها او مثلا كيف ممكن اشوفها او اني اتاكد منها؟ ممكن هلا الريفراكشن كل مره قلنا ممكن يتغير، مش عم يعطيني ريفراكشن واضح، المريض ما عم يوصل معي 6/6 عم بضل يشكي منها، ممكن على استكلام بتبين جدا، او ممكن بالاوثالموسكوب. الاوثالموسكوب انا بس بقارن الريد ريفلكس بين العينتين، فالعين اللي فيها ضربه بتكون الريد ريفلكس تبعها يختلف عن العين الثانيه، بتكون شوي معدل او مش واضح، فبكون في فرق بين العينتين، فهون انا بعرف انه في عندي مشكله على اللينس نفسها. بعد هيك رح نروح على الفندس. الفندس عندنا اياه بيتكون من ثلاث اشياء، عندنا الفيتريس، وفي عندنا الريتينا، وبعد الريتينا بكون عندي الاوبتيك نيرف. هلا نفس الشيء الضربات ممكن تتاثر حسب تتغير حسب شو الضربه او قوتها. اذا كان عندنا الفيتريس، الفيتريس شو هو؟ هو عباره عن جل موجود بين اللينس وبين الريتينا، هو بيكون جل او سميكي شوي، بشيء هو المسؤول عن شكل العين خلينا نحكي. فاي مشكله فيه برضه راح يكون في عندي، او اي ضربه راح تكون عليه بياثر لي اكيد على النظر 100%. هاي بالنسبه للفيتريس. الريتينا نفس الشيء، هي كلها خلايا عصبيه، فاي ضربه بتكون فيها اول شيء راح تاثر على النظر 100%. ممكن المريض يشوف سواد، ممكن المريض يشوف غباش، ممكن اكيد، او ممكن يحكي انه في ستاره سوداء كامله نزلت على العين، فالريتينا بتبين معه على طول، يعني على طول راح يشكي منها ما راح يتاخر. والاوبتيك نيرف نفس الشيء، الاوبتيك نيرف هي المسؤوله عن نقل الصوره للدماغ، بكون هو مسؤول عن نقل الصوره للدماغ، فاي مشكله فيه راح يفقد النظر بعينه، او مثلا ممكن يفقد نظر من الاطراف او من السنتر حسب شو الضربه او حسب مكان الضربه يلي جاي. هلا انا كيف مثلا ممكن كفاحص النظر انا كيف ممكن اشيك عليه؟ في عندنا علامات المريض هو بيحكيها، او مثلا انا ممكن اسال اياها. في عندنا فلوترز، الفلوترز اذا شكى منها ممكن انا اشك باي شيء بالشبكيه، الفلاشز نفس الشيء بتكون كلها فاتنس، الديجريز بالفيجن بشكل كثير كبير، الفيجوال فيلد لوس، اوكي، او ممكن يفقد النظر كامل بهاي العين نتيجه الضربه. هاي هون في عندنا شويه صور بتوضح انه كيف الضربه ممكن تيجي على العين. عندنا الصوره الاولى اللي هي فيتريس فورين بودي، في عندنا جسم موجود بالفيتريس، جسم غريب موجود عندنا بالفيتريس بسبب الضربه. الصوره الثانيه اللي هي ريتينا ديتاتشمنت، انفصال كامل للشبكيه. الصوره الثالثه اللي هي في عندنا اياها ضربه جاي على الاوبتيك نيرف. هلا كيف انا بدي افحصها؟ نعمل عادي مش بالضروره ريفراكشن، على الاقل فيجوال اكيوتي عشان احنا بس نضلنا نقارن، ولما المريض يضل يراجع لنا او احنا نضلنا مهتمين بحالته نشوف اذا هو في عنده تقدم او لا. في عندنا بالنسبه للاوبتيك نيرف بنعمل اللي هو فحص ريلاتيف افرت بابيلري ديفكت. هذا الفحص هو بس شيء كثير بسيط، عباره عن ضوء انا بمسكه بايدي بس بنقله بين العينتين، بعمل سوينجينج بدي اشوف اذا البيوبل في عنده رياكشن لهذا الضوء او لا. اذا ما في ابدا رياكشن لهذا البيوبل، الضوء اللي موجود على البيوبل، فانا بعرف انه اصلا ما في ضوء واصل للعصب البصري كامل، هون بتكون ريليتد تو اوبتيك نيرف. في عندنا امثله للجريد، هي عباره عن ورقه ممكن انها تكون باي عياده باي محل، فحص مش صعب بس بعطيه للمريض انت شو شايف امامك. هي بتكون عباره عن مربعات صغيره، انت شو شايف امامك؟ شايفها واضح؟ شايفها الخطوط معرجه مكسره؟ شايفها فايته لجوا؟ شايفها عامله بلج لبرا؟ كل هاي الامور بتكون يعني از ستارتنج بوينت. في عندنا بالنسبه لنفحص الفيجوال فيلد، ممكن الفيجوال فيلد عادي الفحص المتعارف عليه، جهاز
كبير، او ممكن كونفرونتيشن تيست. انا بمسك اي اوبجكت بايدي واقارن الفيجوال فيلد تبعي بالفيجوال فيلد المريض، ما بتاخذ معي كثير وقت، ممكن بمحل اعملها، ممكن في عيادة، ممكن في اي مكان. يعني فحص سهل وسريع وبنفس الوقت بيحدد لي، هو مش دقيق 100%، بس على الاقل انا اخذت صوره اوليه. طبعا عندنا الصوره الاولى عرفوا اللي هي فيجوال فيلد، انه بيبين لي قديش في عنده عتمات. الصوره اللي تحتيها في عندنا عين فيها رياكشن للبيوبل، العين الثانيه ما فيها ابدا رياكشن. في عندنا الامستر جريد نفس الشيء، هاي قلنا ورقه مع هذه فحص كثير سهل وبسيط وصغير ما بياخذ وقت، بس المريض يشوفها وممكن هو نفسه يصير يقارن فيها كل يوم، يعني لحاله فحص كل يوم. الصورة الأخيرة اللي هي الكونفرونتيشن تيست، اللي أنا بقارن الفيجوال فيلد تبعي بالفيجوال فيلد المريض نفسه. هلا بالنهاية أي إصابة موجودة على العين إحنا لازم ما نستهين فيها، إحنا لازم بس نضل نذكر المريض إنه بدك تهتم أكثر. يعني بالنسبة للأطراف مثلا يكون مهتمين فيها شوي أكثر، ما تكون كثير طويلة إنه مجرحة قرنية. العدسات اللاصقة نهتم كيف نشيلها ونحطها، إلها مدة معينة، ما تطول منها كثير، ما ننام بالعدسات اللاصقة. أي حدا بيشتغل ميداني أو أي حدا بيشتغل خلينا نحكي شغل شوي خطير أو في شظايا أو في شغلات بسيطة صغيرة ممكن إنها تطير، بيلبس النظارات الواقية، بدنا نضل نعمل طبية مستمرة والفحص الدوري المستمر. وبس، شكرا. حدا عنده أي سؤال؟ هلا راح نكون مع زميل النوار عبد العباس، هي بكالوريوس بصريات وتشتغل في مركز المنير، وحاليا لها هي 9 سنوات خبره في البصريات، وحاطين محاضره عند امباكت بريجنسي.